مستقرة في عموم المناطق، درجات الحرارة تكون أعلى من المعدلات مثل هذا الوقت من العام، لكن الأجواء تبقى باردة خلال ساعات النهار خاصة فوق المرتفعات الجبلية، تصبح شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم: يوجد الطقس مستقر، تتفرق بعض الغيوم، 17 درجة مئوية، الملموسة 16، رطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة شرقية الاتجاه. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لنهار اليوم في باقي مناطق المملكة: نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 18-7، عجلون 16-6، جرش 18-9، والمفرق 18-7 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، البحر الميت 24-15، مأدبت 18-7، عمان 16-7، البلقاء 17-6، والزرقاء 19-10 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 17-7، الطفيلة 15-6، الشوبك 13-4، معان 16-6، والعقبة 25-15 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية، الأزرق طقس صافي 20-10، الصفاوي 19-8، ونفس الحرارة في رويشد مع طقس صافي. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهار سعيد نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.